جمعية تحدي المساواة والمواطنة تتلقى مشروع قديم جديد، ولا نقول جديد قديم نظرا لأنه استمرارية لمشروع ستوب العنف الرقمي اللي كانت أول انطلاقة ديالو في 2019، واليوم في هذه الندوة الصحفية تنطلقوا بحلة جديدة بفئات مستهدفة جديدة، وكذلك بعمل وأنشطة أخرى. يمكن هذا المشروع هو غيستهدف بشكل كبير العمل مع المؤسسات الدولة اللي هي قامت بعدة مجهودات رائعة ومتميزة من أجل الحد من ظاهرة العنف الرقمي، من أجل تسليط الضوء على هذا العنف الرقمي، وكذلك مهرجانات ولقاءات تحسيسية توعوية اللي نظمتها. اليوم حنايا بدورنا كجمعية تحدي المساواة والمواطنة غنشتغلوا معهم من أجل تعزيز هذا العمل، وكذلك من أجل تقوية قدرات المجتمع المدني اللي هو بدوره خاصه يشتغل في الموضوع، وخاصه يسلط عليه الضوء، وخاصه كذلك يخلق مراكز وآليات من أجل الشغل مع ضحايا العنف، من أجل التحسيس، من أجل التوعية، من أجل المواكبة، من أجل المؤازرة، ومن أجل الدعم باش يخرجوا من ديك دائرة العنف المسلط عليهم. كذلك جمعية تحدي المساواة والمواطنة في هذا المشروع ديالها غتشتغل على تطوير آلية التطبيق الإلكتروني اللي سميته ستوب العنف الرقمي، اللي هو ممكن نحمله عن طريق الهواتف الذكية ديالنا، واليوم التقنيين والتقنيات داخل الجمعية تشتغلوا عليه من أجل تطويره باش يولي سهل أن الكل يقدر أنه يوضع الشكايات ديالو، ونقدروا حنا كجمعية نعالجوا هاد المشاكل. اليوم الجمعية مشكورة قامت بواحد الندوة صحفية للتعريف ولإطلاق المشروع ديالها ديال ستوب العنف الرقمي أو ستوب لو سيبر هارسيلمون، اللي هادي ماشي أول بادرة للجمعية، كانوا ديجا عدة بوادر في محاربة هاد الفعل، تفشي تاع هاد الفعل الشاذ، ديجا كانت دارت منصة رقمية على المواقع التواصل باش الإنسان يقدر يحط الشكاية ديالو ويقدر أنه يتابعها قانونيا. فأنا كأخصائية نفسية نقدر نقول لكم أن العنف الرقمي هو من أشد أنواع العنف اللي يمكن يتعرض لهم الإنسان، سواء كان رجل، مرأة أو لا أطفال، واللي كيقدر يكونوا المخاطر ديالهم النفسية كيقدروا يمشيو لنا من اكتئاب إلى اكتئاب حاد إلى محاولة الانتحار. ومع الأسف غير ديغنييغمون غيسامون كانت محاولة الانتحار أو الانتحار داخل بعض المؤسسات التعليمية، تاع أطفال كيتعرضوا للتنمر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فإحنا لازم علينا أننا نوقفوا ونهضروا على هذه الظاهرة الشاذة اللي كتفشى لنا في المجتمع، وبما أنها كتقيسنا الأطفال إذا كتقيس لنا المجتمع ككل. وحنا جمعية التحدي مشكورة على التدخلات ديالها في هذا الموضوع، وكنتمنى من باقي الجمعيات ومن باقي الأطر في المجتمع أنهم يحاربوا هذه الظاهرة.